كتبدا القصة في واحد الإصلاحية ديال الدراري الصغار. هذا دون باه مات في كومبا ديال البوكس قبل ما يتزاد، ومو حتى شي واحد ما عارفه فين مشات، وهما كيقصي وجبد ليه واحد ما هو يشدو. وعلاش كتجبد ليا مي؟ واش انا جبدت لك امك باش تجبد ليا مي؟ هاك شد لقى. بقى كيدخل ليه حتى جاو الحراس في كوم خداو دون الانفرادي. نهار الاخر نشوفوا وحده سميتها ماري داخل الاصلاحيه، سلمات على المشرفه الاجتماعيه وتحركت مع عند الدور الانفرادي. دخلات عنده عرفاتو على راسها، وهنا غنعرفوا بلي هاد ماري مرات باه وغتكون جات لهنا باش تاخذو يعيش معاها. دازوا سنوات، كبر دون، مشى مزيان في القرايه ديالو، وقدر بالمساعده ديال مرات باه يدبر خدمه مزيانه في واحد الشركه. غير هو مازال في الفيز ديال المضاربات، وديما كيمشي للمكسيك يشارك في قتالات الشوارع. صاحبنا الحلم ديال حياته يولي ملاكم. من بعد مده ديال التفكير قرر يخرج من الخدمه بمره باش يلاحق الحلم ديالو. كتب استقاله قدمها للمدير، والنهار الاخر غنشوفو في واحد الصاله سميتها دلفي كيطلب منهم ينضم ليهم. المدرب ديال ديك الصال ما بغاش يقبلو. عيا صاحبنا يحاول يقنعو، قال لي بلي عنده التكنيك وديجا ربح قتالات في المكسيك. قال لي المدربه غيرها، باك مات قدامي في الحلبه وما باغيش يوقع لك نفس البلان. دون شافو مقصح راسو ما غاديش يقبلو، طلع للحلبه تحدى واحد من التلام ديالو باش يبين لي راه احسن منه. الشخص اللي غيواجه سميتو كيفن. مبابي حيد الكاسك قنا بيك. المهم هاد كيفن كان بطل بمعنى الكلمه، ماش الفوز وتعادل، كاريير بدون خساره. حاول المدرب يقنع دون ينزل من الحلبه، ولكن والو. ضرب البروتيج، تقابل مع كيفن، وبداو كيتشاموا الليغات. دون كان كيطير، خوال كاع الضربات اللي عطاه كيفن، وبدقه وحده جابوا الدس. صاحبنا مور هاد الشيء تحل، وبدا كيحس براسو هو السبع، وهو تيقول لهم ديك اللعيبه ديال شكون قال. طلع ليه واحد سميتو داني. هاد داني عنده كاريير في يدك كيفن بسنوات، 31 فوز بدون تعادل او خساره. ضرب الكاسك ديالو، دخل مع دون الحلبه، وهنا غنتاكدوا بلي بصح محترف. بدا دون كيشير عليه، هو كيخوي الدقات ديالو، ومن اللي عيا صيفط ليه ضربه للجنب وضربه للوجه نعسو. في العشيه غنشوفوه كيهضر مع مرات باه في الدار. ماري سمعت راه سمح في الخدمه باش يولي بوكسور، سخطات، وغتكون من نهار حضرات الباه مات في كومبا وهي كتكره هاد الرياضه. حاولات معاه، قالت لي بلي هادشي خاطر يقدر يخسر فيه حياته، ولكن والو. غنولي بوكسور حبيبي، غندير طنزه بدن، غنضرب بزاف ديال الكروشيات. مرات باه ملي ما قدراتش تقنعو يبعد على الملاكمه، قالت لي الا دخلتي للحلبه ما بغيتكش تعاود تتصل بيا، وخلاته تما وتحركات. النهار الاخر شد صاحبنا الطريق لبنسلفانيا، وغيكون مشى تما يطلب من واحد صاحب باه يدربه. في الليل تلاقى بيه صاحب باه، كان بطل كبير سميتو روكي. دخل مع باه بزاف ديال الكومبات، ومور الموت ديالو بمده قصيره اعتزل حتى هو الملاكمه وفتح هاد المطعم. روكي ملي عرف دور ولد الملاكم ابولو كريد فرح بزاف، رحب بيه، قال لي بلي باه كان صاحبه، ولكن ملي وصل معاه للتدريب رفض يدربه بحجه بعد شحال هادي على الملاكمه، وعاد زيد عنده مشروع خصو يقابله. دون ملي شافو حتى هو ما باغيش يدربه، قال لي غدا يكون في الصال ديال واحد سميتو ميكي، وودعو تحرك. رجع للدار قصة، تفرج في التقديم ديال واحد الكومبا، وهو كيوجد باش ينعس خدم شي جارو الموسيقى بالجهد. عيا صاحبنا ما يصبر، في الاخير قصده ناري ويزيد معايا الهضرة، ناري ويقول لي ما غاديش نطفي الموسيقى. دروج كاملين هو كيتحلف عليه، ولكن مع دق الباب وحلات لي وحدة سميتها بيانكا كاعداك شي مشى. ولكن بيني وبينكم شكايليطة، صاحبنا الهضرة تلفات لي. سلامكم انا دون. ومن بعد وازين راكي مجهدة للموسيقى وخاصني الصباح نفيق بكري باش نتريني، واخا انا نقص يلا تهلا. رجع لدارو ينعس، والصباح مع طلعت الشمس قصد الصال، اتفق مع مولاه على الثمن، بدا كيدرب، ولكن الاغلبيه ديال الوقت كان كيتريني بوحدو. سال النهار، بدل حوايجو، وهو راجع للدار داز من حدا واحد البواط مع القفاه الصوره ديال جارتو بيانكا، ديك الشكيليطه. دخل يشوف لقاها مغنيه في هاد البواط، بقى كيتفرج شويه وغيبان في حيله عجباتو. النهار الاخر روكي كيدخل السلعه للمطعم ديالو حتى وقف عليه، تسالمو، بدا كيعاونو يدخل السلعه. سول روكي كي غادي مع الصال الجديده، قال لي الاغلبيه ديال الوقت كنتريني غير بوحدي حيت المدرب مشغول مع واحد التلميذ. سول واش قال لهم راه ولد الملاكم ابولو كريد، رد عليه بلي عمرو استعمل سميه باه حيت ما باغي حتى شي حاجه تعاونو يبني كارير. روكي عجباتو الشخصيه ديالو كيفاش كيفكر، وقرر يعاونو. ما غاديش يدربو شخصيا، ولكن كتب ليه بروغرام الا مشى عليه غادي يحقق تقدم كبير. في الليل غنشوفوه كيدق على الشكيليطه، وياك ما الموسيقى مجهده عاوتاني. لا لا غير قلت زعما الا كنتي مازال ما كليتي نخرجو ناكلو بجوج. خونا كيقصد ما كاينش اللعب. بيانكا حتى هي كانت غير على سبه، دخلات بدلات حوايجها وتحركوا بجوج لواحد المطعم. ناري يا شرك الضحكه كي دايره. اخوان ما بقى ما يتخبى، ولات عندي كراش، دخلوا عندي الانستغرام تلقاوني درت ليها فولو. خداو شي حاجه ياكلوها وجلسوا يتعرفوا اكثر. من خلال الهضره ديالهم غنعرفوا بيانكا عندها شي مرض كيتسمى فقدان السمع التدريجي، يعني السمع ديالها يبقى غادي وكيضعف حتى غتوصل واحد الوقيته ما غاداش تبقى تسمع بمره. النهار الاخر غنشوفوا روكي غادي يزور كريد بيندون، مسخوط الوالدين ديليه مع قرعه الشراب. جلس حدا قبره شويه، بقى كيتفكر الايام اللي دوز معاه. وفي العشيه غنشوفوه داخل الصال ديال ميكي، ما حط رجلو فيها كلشي بدا كيسلم عليه، وغيبان مازال عنده شعبيه كبيره. عرف مول الصال على ولده، قال ليه بلي عنده 17 فوز بدون خساره او تعادل، وطلب منه يدربه. ولكن
شنو كيكون جل هنا غير على قبل دون. ودون كيسلم عليه بان في وجه المدرب ما عجبوش الحال روك يخلي ولده يتقرب من دون. سولهم في كي تعرفوا دخل دون اللي تلاقينا في المطعم وغيكون ما باغيش الناس يعرفوا ولد الملاكم كريد. اجي تشوف هاي طاكاتي في العولة كيوقفوا بوليسي كيقول لي ما عرفتش راسك مع من كتهضر انت واقيلا ما عرفتيش الوالد شكون. فضحتونا واخا يكون باكم وركي صايب اسم الحار. المهم قال روكي لدون بلي مور مزار القبر ديال باه اليوم حس بشي حاجه كتقول لي خاصو يدربو داكشي علاش غيدربو، ولكن بشرط يعطي كل ما عنده الا مشى حتى تكاس النهار واحد غيسمح فيه وعمرو يعاود يشوفه. دون وافق وديك الساعه بداو التدريب. روكي كانوا عنده شي تدريبات في شكل كيطلق ليه دجاجه خاصو يشدها في وقت محدد، في العشيه الجري صباح الحبل. صاحبنا ولا كيدوز النهار كامل في التدريب وفي العشيه كيمشي عند بيانكا. الوقت كيدوز صاحبنا كيتحسن في التدريب. مورسال اللي كيدرب وعنده لاحظ هاد الشيء اقترح على دون يطيح الوزن ديالو ويدخل في كومبا مع ولدو ليو. روكي رفض هاد البلان. حاول مورسال ودون يقنعوه يخليه يقاتل ليو، والو ما غاديش يقاتلو هي ما غاديش يقاتلو. دون مع كان باغي يختبر راسو مع خرجو من الصال بدا كيلحالي قال لي يعطيه 6 ديال الاسابيع يوجد راسو وديك الساعه الا بالي ما مستعدش ما غاديش يقاتل. روكي وافق والنهار الاخر نشوفو كيجمع حوايجو باش يمشي يسكن معاه. وهما كيخرجوا الحوايج طلعت عليه بيانكا من الشرج مسولاتو فين غادي. عاود ليها لافير قال ليها بلي غادي يبقاو يتلاقاو في الاوقات ديال الراحه ودعها وتحرك مع روكي. وما داخلي لدار روكي قال لي رد الباله نسى راه كيضعفوا ركابي. كيفاش كيضعفوا ركابي؟ ايوا شتي الدنيا مخلطه وانت كتسولني كيفاش نعيشو غاير راك فاهم. قاد دون حوايجهم وجبد على بناسه. الصباح فيقوا روكي مع الخمسه بدلوا حوايجهم وتحركوا للبلاصه ديال التدريب. روكي بالطوموبيل ودون على رجليه. من بعد مده طويله ديال الجري اخيرا وصلوا. روكي يكون خدا لواحد الصال خرجوا منه بزاف ديال الابطال كاع المدربين اللي فيها كانوا كبار في السن يعني خاطرين وشبعانين تجاري. عرفوا عليهم تعرف على واحد سميتو امير كان حتى هو كيدرب تما وبداو التدريب. الناس اللي في الصال كانوا محترفين وعارفين اش كيديروا. بداو مع دون خطوه بخطوه حركه بحركه وكل ما طور في هذا الصال كل ما تحسن اكثر. في الاسبوع الاخير لاحظ روكي بلي صاحبنا ولا ناضي ويقدر يواجه ولد بيتي. جا النهار ديال الكومبا وروكي مع دون في الفيستير غوت ليه بيتي مور الصال. بيتي دوز مده طويله كيطلب روكي يدرب ولده ولكن كان ديما كيرفض. داكشي علاش ملي شافو كيدرب دون عرف شي حاجه ماشي هي هذيك. من بعد مده ديال البحث قدر يعرف دون ولد الملاكم كريد وهنا فهم علاش روكي وافق يدربو. طلب منه روكي يخلي هادشي بيناتهم حيت دون باغي يبني كارير ديالو بوحدو ورجع عنده يوجد الكومبا. جا وقت الفايت المدرجات كانوا عامرين بالناس. دخلوا صحابنا للرينج عطاهم اشاره البدايه ديك الساعه بداو كيتشاموا الليغات. الجمهور كامل كان كيشجع ليو وهادشي عطاه انرجي زوينه خلاته يسيطر على الجوله الاولى كامله. دخل دون شي دقات دون كان الوقت كامل غير تيخوي ليه وحتى الا دخل شي كروشي تيكون ضعيف. في الاستراحه بين الجولات بدا روكي تعطيه النصائح. طلب منه يخلي الخصم لاسر خاوي ومعاه يشير عليه خويا ويعطي جهده كامل في دقه واحده. بدات الجوله الثانيه بداو صحابنا كيدخلوا لبعضياتهم ومع جات الفرصه دار دون داكشي اللي قال ليه روكي. خوا اللي ولاسر اللي يشير عليه هنا خوا ليه دون ودار ليه ديك الرهق كروشي واحد جابوه الارض. بدا الحكم كيحسب ليو كيحاول يوقف ولكن الضربه اللي عطاه دون كانت كافيه باش ما يقدرش يوقف. حسب الحكم حتى العشره هكا ربح دون اول كومبالي. روكي بغى يطير بالفرحه. الجمهور كامل بداو كيغوتو دون. طلعت بيانكا عنقاتو تاكل فيها السميه ود الحرام ياك حل عفطه. سالات الليله رجعوا للدار كاملين والصباح هما كيفطروا شافت بيانكا مقال على الماتش ديال دون البارح. كانوا كاينين في داك المقال بلي دون ود الملاكم المشهور كريد. بيانكا شافت هادشي خلاتو تما وخرجت من تما ساخطه حيت ما قالهاش ليها. هاكاك من حقك سمحي في والدي راه واحد الكذاب هذاك واللي كذب مره كيبقى يكذب ديما. المهم تبع صاحبنا كيجري يطلب منها السماحه وقال لها بلي كان مخبي حيت ما باغيش الناس يعاملوه مزيان غير حيت باه ملاكم. في الاول قصحات راسها شويه ولكن في الاخير تصالحات معاه. ياك المدلوله تفوق والغير كانت عندها شي صاحبتها خايبوها تحرش عليه. مور ما عرفوا الناس دون ود اسطوره الملاكمه ابولو كريد كاع الاضواء توجهت عليه وكل شيء ولا باغي يتواجه معاه. اول حاجه على قبل الشهره وثاني حاجه مور ما تعرف راه ولد كريد بزاف ديال الناس غيجيو يتفرجوا فيه الشيء اللي يخليهم يدخلوا بزاف ديال الفلوس. صباح وروكي تيوجد باش يخرج يدرب دون اتصل به المناجر ديال واحد الملاكم مشهور سميتو ريكي وغيكون اتصل على قبل كومبا بين دون وريكي. دار معاه روكي تلاقاو ومن بعد يومين نشوفهم كيهضروا في البلان. المناجر كان باغي دون يدير كومبا مع ريكي ولكن بشرط يستعمل دون السميه ديال باه كريد. وغيكون المناجر باغي هادشي باش يجذبوا مشاهدين الكومبا حيت هادي اخر كومبا لريكي وخاصو يحاول يدخل فيها الفلوس لا تعيشو حياته كامله. طلب منه دون يعطيه وقيته يفكر شويه ومن بعد ما تشاور مع بيانكا وروكي قرر يشارك في الكومبا بسميه باه. مع اتصال روكي بالمناجر عطاه الموافقه بداو التدريب. ريكي اللي غيواجه دون كريد كان طوال منه سرع منه واهم حاجه خبير عليه داكشي علاش خاصو يتدرب مزيان. من هاد النهار ولا كيدوز وقت طويل في التدريب. الامور كانت غدا مزيان دون غادي وكيتحسن ولكن في واحد النهار هما كيدربوا فحال ديما بدا روكي كيتخيا وغيب. دون شاف هادشي خاف عليه بزاف خدا للسبيطار ارتاح شويه ومن بعد ما داروا ليه الفحوصات رجعوا للدار. تما طيب هو بيانكا العشاء جلسوا يتعشاو وغيبان فحال ولاو عائله وحده. من بعد ايام رجعوا عاوتاني للتدريب.
روكي كيعطي التوجيهات ودون داير اكثر من جهده باش يكون احسن من الخصم. واحد الصباح روكي في الصال بحال ديما، اتصلت به الطبيبه قالت ليه يدوز ياخذ التحاليل ديالو. مور التدريب مباشره تحرك روكي للسبيطار، جلس مع الطبيبه شرحت ليه التحاليل، وهنا غنعرفوا بلي عنده سرطان وخاصو يخضع للعلاج الكيماوي في اسرع وقت. روكي رفض مره يخضع للعلاج، حاولت الطبيبه تقنعه قال لها مراته حتى هي كان فيها السرطان واخا عيات ما تعالج في الاخير ماتت، داكشي علاش هو غادي يكمل حياته عادي حتى يديمو الامانه امانته. نهار الاخر مشى للصال ضرب حصه مزيانه مع دون، وفي العشيه ودون في الفيستير ضرب على التحاليل ديال روكي وعرفوا عنده سرطان. صاحبنا شاف هاد الشيء بقى فيه بزاف، سولو امتى غيبدا العلاج، قال ليه ما غاديش نتعالج. صاحبنا سمع هاد الشيء كبتها معاه وخرج من تما ساخط، تحرك لدارو دوش بدل حوايجو وقصد البلاصه اللي غتقدم فيها بيانكا العرض ديالها. صاحبنا كان مازال معصب من البلان ديال روكي وهو واقف مع مراته، جا عنده واحد طلب منه تصويره، مشى صاحبنا تصور مع عادي بداو كيهضروا شويه، داك الصدفه حيل بغى يبان عليه قدام مراته. دون حتى هو كان خاصو معامل كلمه جوج دار ليه ديك الرهق. دوز صاحبنا 24 ساعه بسبب المضاربه، والنهار الاخر مع تلقوا قصد بيانكا يعتذر ليها، عيا يدق عليها قال لها بلي روكي كان مريض داكشي علاش كان معصب، ولكن والو ما بغاتش تسمع ليه. من تما تحرك لدار روكي، جلس معاه هضروا شويه، ومن بعد مده هو تيلح عليه قنعو يخضع للعلاج، والنهار الاخر نشوفوهم في السبيطار. روكي كيتعالج ودون كيتريني حداه، ملي كيسالي العلاج كيتحركوا للصال. صاحبنا ما عنده غير شقع على راسك، كيتدرب على التكنيك في العشيه الجري، وفي الليل كيدرس مع روكي الخصم ديالو. وسط هاد الشيء غيكون مقابله وديما كيدير للسبيطار يخضع للعلاج. الوقت كيدوز صاحبنا غادي وكيتحسن، وفي نفس الوقت راه حتى هو يكون داير اكثر من جهده. ملي بقاو ايام قلال الكومبا سافر روكي ودون ليفربول على قبل واحد الندوه صحفيه، كان تما حتى ريكي والمناجر ديالو، بداو الصحافه كيطرحوا الاسئله، وهنا فين ما تيبغي كنادي يجاوب كيطلعها عليه ريكي، ايام ما يصبر ليه في الاخير رونوها وتفرق داك المؤتمر. في الليل ودون في بيتو كاعي دق عليه روكي، وغيكون جايب ليه معاه بيانكا حيت عارفه هي اللي تقدر تحيد منه التوتر ديال البلان اللي وقع عليه الصباح. كريت شافها فرح بزاف، شكر روكي على هاد البلان، قال لي ماشي مشكل، غير هو خليك بعيد الكومبا راه قربت. ايوا صديقي نعيشو غيرك فهم. جا النهار ديال الكومبا، دخل كريد الفيستير يبدل حوايجو، لقى واحد البوكس مصيفطاه ليه مرات باه ماري، حلو لقى فيه الشورت ديال باه ومعاه رساله كتمنى ليه فيها الفوز. صاحبنا هاد الشيء فرحو بزاف، ضرب الشورت ديال باه سخن شويه، وملي وصلت الوقيته قصد الرينغ هو التيم ديالو. طلع كريد موراه دخل ريكي، وغيبان بلي كلشي من حاز ريكي بحكم هو بطل العالم حاليا. تقابلوا في الحلبه، اعطاهم الحكم القوانين، وبدات الكومبا. كروشيات تترعرع، كونر ود الحرام خبره، ومن خلال داكشي اللي كنشوفو كيبان هو اللي مسيطر على الكومبا. فين ما كيشير عليه كريد كيخويليه ويعطيه، ما جات فين تسالي الجوله حتى سلخو مزيان، كان جوج ديال المرات يطيحو كاو ولكن قدر يشد في راسو. ملي سالات الجوله دخل روكي يعالجو، وفي نفس الوقت كيعطيه النصائح. روكي مع طيح سنانو في هاد الشيء كان تيقدر يحدد نقطه ضعف الخصم بسهوله. سولو كريد شنو المعمول، قال لي قرب لي يدو اليمنى باش تمنعو يطلقها كامله، ومع يشير بلايصه عطى للفقره تما. بدات الجوله الثانيه هجموا على بعضياتهم، في الاول ريكي سيطر على النزال، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى بدا كريد كيطبق التعليمات ديال روكي، قرب عنده ليدو ومع شير عليه خوالي ودار ليه ديك الرهق، ضربو مخو تزعزع. مورها الدقه ريكي ضاخ، وهنا شدو كريد، هاك شد لقى بين ليا هاك للفقيره تمك، عطاك تلا ديال الكلاب، وكان شويه يتغلب عليه كل ما سالت الجوله. الكومبا كانت فيها 12 الجوله، كيدخلوا يسلخوا بعضياتهم، كيخرجوا يرتاحوا، كيعاودوا عاوتاني يسلخوا بعضياتهم، كيعاودوا يخرجوا يرتاحوا، وكل ما لعبوا جولات كثر، كل ما فهم كريد الاسلوب ديال راكي، مع الوقت ولاو كيبانوا مقادين في النيفو، هاك شد لقى، دقه فيا، دقه فيك، واحد اللحظه كريد ضرب ريكي الجنب لحظه راكلها بزاف، هنا فهم باللي الجسم ديالو ضعيف، ولا كيركز عليه كثر من وجهه، هاك شد لقى، خماق عليه كريد، ولكن واحد اللحظه غفل هو يدير ليه ديك الرهق. صيفط ليه كروشي طيحو، بدا الحكم كيحسب ليه روكي وبيانكا تيغوتو ليه يوقف، وهو في هاد الوقيته كيفكر غير في الشرف ديال باه اللي خاصو يقاتل عليه، مع تفكر باه وقف عاوتاني وغيكون الحكم مازال ما وصل لعشرة. ريكي كان تيحسب ليه صافي ربح وطالع في الكورنر تيحتفل مع الجمهور، ملي دار موراه ولقاه وقف عاوتاني تصدم، قصدو بدا كيدخل ليه وكان شويه غيطيحو كل ما سالات الجوله. مور هاد الاستراحة ندخلوا للجولة 12 اللي تكون هي الأخيرة، كريد ما بقاش كيشوف بعينه اليسرى، حاول روكي يقنعو يوقف الماتش ولكن والو، جيت لهنا باش نفايتي ما غنمشي حتى يسالي الفايت. دخلوا لآخر جولة هجموا على بعضياتهم وهنا غد ترون، ريكي كيدخل لكريد، كريد كيدخل ليه، وحتى واحد منهم ما تيكاردي، واحد اللحظة دفع كريد ريكي للكورنر وبدا كيدخل ليه، هادي تنفع هادي تضر، ملي هبط يدي كاردي لتحسبت ليه وحدة لوجه طيحو. بدا الحكم كيحسب ليه وحتى قرب يسالي الحساب هو يوقف، مع وقف سالات الكومبا وخسر كريد الماتش حيت ريكي فايتو بالنقاط، ولكن واخا خسر كلشي ولا كيحترمو كيضرب ليه الحساب، حيت كانوا عارفين كون استمرت الكومبا غير 30 ثانية أخرى كان كريد غيطيح بطل العالم بالكاو. ريكي براسو فاش سالات الكومبا مشى عنده هنوع الأداء اللي قدم وقال ليه بلي غادي يحكمها في المستقبل، في الأخير بدا الجمهور كامل كيشجعو وغيبان بلي قدر يدير بلاصتو وغادي على نفس الخطة ديال بوه. أشنو غيطرى؟ فين غيوصل صاحبنا في الملاكمة؟ واش روكي غيتعالج ولا لا؟
هادشي كامل وكثر غنشوفوه الجزء الثاني. الا عجبكم هذا وبغيتو نديرو قولوا لي في تعليق، وحاولوا توصلوا الفيديو ل 20000 لايك، واهم حاجه ما تنساوش سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.